الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا. أنور عبد الله أحد نزلائي دارئ منائي ومرض الفشل الكلوي، يعاني من سموم تبتق بجسده النحيل الذي أعياه المرض. واليوم أنور يعيش بدار أحتواه هو والعديد من مرضى الفشل الكلوي بعد أن كان يعيش في العراء. نحن في أبواب الخير بنسخته الثالثة، نزور هذا الدار ونستضيف أنور أحد نزلائه، فتعالوا معنا. السلام عليكم أنور. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ والله الحمد لله، الحمد لله نشكره. رمضانك مبارك، كل عام وانتم بخير. وإياكم إن شاء الله، وإياكم بالخير والعافية. أنتم الآن فين عايش؟ والله نحن عايشين في دار إيواء، في دار أمنا لإيواء مرضى الفشل الكلوي، تابعة لمؤسسات معكم. ليش أنت عايش لوحدك ولا معك زملاء؟ لا أنا ليس الوحيد، ولكن معي زملاء لأكثر من 30 حالة في هذا السكن. يعني إيش، نساء ورجال ولا أنتم بس؟ لا 15 رجال و15 من النساء. هذا الدار هو مقسم إلى قسمين، للرجال وللنساء. أنت من فين؟ أنا من قدس. قدس؟ نعم. نعم تقدس تروح ترجع؟ لا، هذا ظروف المشاكل هذه والحصار والحرب والمعاناة هذه، هذا السفر يعني يكلف إلى تكاليف مواصلات وتعب وبعد وتأخير في الطرق بسبب هذه المشاكل، لسبب انعدام غير توفير المواصلات وغير توفير الإمكانيات التي متوفر معنا لا تسمح لنا بالذهاب والعودة إلى هذا الدار. ليش أنت مزوج؟ أنا كنت متزوج من قبل، الآن الحرمة متوفية. معك أطفال؟ كان عندي طفل واحد متوفي. يا الله، من أين توفوا هذا؟ والله الحرمة كان عندها انزلاق بالعمود الفقري وعنده ضغط من قبل كذا من سابقة. ملي على الأقل تروح تشوف أبوك أهلك؟ أبي كان قبل يعني إلى قبل سنة توفى، عند الوالدة أكثر من 7 أو 8 سنوات متوفي. عندي أهل، عندي أخوان، عندي أخوات، عندي أطفال في البيت أكثر من 25 نفر داخل البيت. ما تشوفهم؟ إلا نشوفهم بس نذهب يعني بعد وقت. ها، يعني كيف بعد وقت؟ يعني يمكن على غلق الشهر، على الشهر والنص، على أقل من شهر نذهب. يعني أنت هنا معلق بحقك الغسلة؟ يعني إحنا معلقين بسبب الغسيل وسبب هذا الفشل الكلوي. أنا إحنا نأخذ غسلات في الأسبوع مرتين. ليش؟ ضروري مرتين في الأسبوع. ما معكش أهل هنا بتعز كنت تعيش عندهم؟ لا ما عنديش، كان عندي عام من أول ولما جت الحرب والمشاكل هذه نزحوا إلى الحوبان وإلى البلاد، الآن بقيت أنا، بقينا في ساكنين في داخل المستشفى نفسي بجنب المركز الغسيل، وأكثر الناس عايشين هنا كانوا في المستشفى تحت الأشجار في جنب الجدران بجنب جوار المركز عايشين. أكلوا وشربوا هنا. كانوا يناموا هناك يعني ما بين الحر والبرد والمطر والنامس وكل شيء، كان كل شيء متواجد هنا. حتى
القذائف كانت هنا؟ القذائف كانت توصل لجنبنا لجنبنا لاطرافنا، والله كانت حتى كانت تمر طلقة النارية من امام اوقاهنا، من امام ارجلنا. عشنا حياة رعب وخوف ومشاكل، كل الخوف كل المشاكل، كنا عايشين بحياة رعب داخل المستشفى. كل يوم كانت توصل قذائف لداخل المستشفى، وفي هناك وخاصة لجنب المركز الغسيل، وموجود الآثار لحد الآن موجودة هنا لجنب الغسيل، لما شق مبنى الغسيل، لا داخل المركز، لا داخل الجهاز حق الغسيل، حتى إنه جهاز حق الغسيل، الجهاز الذي يغسل بونه، قلت له طلقة من ثبات السلال سان، لا داخل الجهاز، جهاز قطع أقعد في الشاشة، من الشاشة من الجدار تقول الجهاز، عطلت الجهاز. أقعد في الجهاز تعطل الجهاز. فقام المهندسين بجهاز آخر وصلح صلحوا جهاز آخر بدل الجهاز هذاك، وهذاك سحب. وعملوا لك الغسيل. عملنا الغسيل. يعني كنت بتموت بالرصاصة؟ كنا لا، بس الغسيل كنت أنا مش موجود. هذه الرصاصة أقعد في الليل بعد ما خرجنا من الغسيل. الله. والطلقة هذه أقعد في الليل. قد طلقت من الباب، من القمرين اللي فوق الباب، من الباب دخلت لقيت على مقابل الشاشة، ومن الشاشة الجهاز ثاني كذا من السلم. لا لا لا، والناس اللي كانوا معك مريضين، نساء ورجال، يناموا في الشارع؟ رجال ونساء كانوا هناك، حتى بالغرف حق المستشفى حق الطوارئ هذا، الناس الدكاترة والمرضين المسلمين الليليين كانوا يحاولون انهم يمنعوا، نحن ما نخلوش نحن ندخل الغرف نهائيا، قال لك انت يسمى مريض فشل كبير، روح ارقد لك بالراع، روح هناك روح هناك، روح عند اهلك، روح عند اهلك، ما هذه مكان مستشفى مكان غسيل، روح لكم بيوت. طيب الناس هذا بلاده بعيد، وهذاك يجي من هذاك يجي من شرعب، وهذاك يجي من قدس، وهذاك يجي من ماوية، وهذاك يجي من التربة، وهذاك يجي من المقاطرة، وكنا اكثر الناس عايشين داخل المستشفى. يعني الحصار ما خلاكم تشتغلوا؟ والحصار كانت تقلقت الطرق وتقطعت الطرق والسبب الغلاء، لا وجود مطاعم ولا بقالات ولا، هذا من أول الحرب. ونحن نعاني هذه المشاكل كلها من أول الحرب إلى يومنا هذا. كيف دخلت المركز هذا حق الإيواء؟ هذا مركز دار الإيواء، هذا فقام الدكتور عبد الحميد اليوسفي الذي هو رئيس هذه المؤسسة، قام بزيارة تفقدية لمركز الكلية الصناعية بالمستشفى الثورة، والتمس بعض احتياجات الناس وقدم المساعدات الإنسانية، وأخذ النظر والتمس احتياجات الناس اللي هم جالسين هناك في الليل، قام بزيارة ليلية للمؤسسة، فوجد الناس هذان راقدين في الشارع، منهم بجوار المركز، منهم جنب القدرة، منهم من ينام تحت الأشجار، منهم ما فيش، كمنهم أكثر الناس كان يفترش الكرتون وجمش الطراعه الذي يحق الغسيل ورقد. كان نعيش بين البرد بين المطار بين الحر والنامس، كانت كل المشاكل، كنا نعاني من الفشل ونعاني من مشاكل أخرى بسبب هذا، نسيجي البرد الملاريا النامس نتيجة هذه المشاكل، وأنه الناس عايشين في العرى في الشارع. إيش يجيبونكم في هذا الدار؟ الدار هذا وجدنا بعد وجد هذا الدكتور عبد الحميد اليوسفي قام بزيارة للمركز، وزيارة ليلية يعني ليلتمس حياة هؤلاء الناس، فوجد الناس هذا يعني يعانوا من مشاكل كثير، وقام بتوفير هذا المركز، توفير المركز هذا لهؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون في داخل مستشفى الثورة. طيب انت الان عايش في هذا الدار، ايش اللي تحصله؟ ايش يعني؟ الحمد لله اشوفك، الحمد لله، غير السنه الاولى ما زرتكم. نعم نعم نعم، كنا الحمد لله الان نحمد الله ونشكره، الان نحن في هذا الدار، يعني هذا الدار يعني توفر الكثير لنا من المعاناه التي كنا نعاني هناك. ايش يجيبوا لكم؟ والله يجيبوا لنا الحمد لله متوفر كل شيء عندنا هنا، متوفر السكن، عندنا تغذيه، عندنا مطبخ هناك موجود، تغذية الصبح وغدا وعشاء متوفر الحمد لله، عندنا مي متوفر والسكن متوفر الحمد لله. يعني وخلاص راحت عليكم الأمراض اللي كانت راحت هذا الوباء الذي كنا نعاني منه وهذه المشاكل، الحمد لله انتهت بإذن الله تعالى وبجهود وبفضل هذه المؤسسة. لو غلقوا المؤسسة والله لو تغلقت المؤسسة هذه نحن يمكن مضطرين إنه الذهاب إلى البلاد وإنه نعاني من مشاكل، وإن كان العودة إلى المستشفى لا ما كنا عليه سابقا. القدس الشارع مع انه سبب المشاكل يعني هذا الغلاء والتعب والامكانيات ما تسمحش انه واحد يروح ويرجع الى بلاده كل غسله وتكاليف هذا مثلا قلت انا اروح وارجع بالاسبوع مرتين، اشتي بالاسبوع مرتين قلت لي عشان المصاريف،
هذه انا ما عنديش. لا ما اشتغل، انا مكسر. كنت اشتغل بدايه الفشل، كنت عادي يمكن اشتغل اكل واشرب مصاريف، كانت الامور متسره الحمد لله. الان انا لاكثر من 3 سنوات عندي سقوط في الاقدام وامشي على عصا العكاز. لا فلا سقطت وتسقين الركب هذا الحاليه، والان امشي على عصا. كنت امشي على عربيه وبعدين على العكاز، والان امشي على عصا واحده عكاز. هذيك العكاز موجود هنا. ما يزورونكش اهلك ولا حد؟ لا لهنا ما حد يجي، انا اروح لعندهم. عن كل كم؟ اروح انا بالاسبوعين، بالثلاث اسابيع، بالعشرين اليوم. بس عاد انا اتكلف يعني، مكلف مواصلات مع البعد والسيارة، يعني البلد ما فيش. كانت انا من اول يمكن امشي رجل، اتنقل، اركب موتور، اركب اي حاجه عادي امشي. لكن الان مع ان انا مكسر صعب علي ان انا اتنقل او امشي مسافه رجل، مستحيل. خالص. خلاص. امشي حاجه بسيطه بس، اللهم انا امشي من هنا للمستشفى بس. عاد انا اكثر المشاوير من هنا للمستشفى اركب موتور، ما امشي شيء. اركب باص ولا موتور ولا اي حاجه تودينا وترجعنا. فمشيت فدعس فقحصة، فما سقط على الارض، فما استوى انخلع في الركبتين حتى ادى الى تمزق في العضلات وخلع الصوابين حق الركب، حق الثنتين من الركب. مع الكلى؟ مع الكلى، بعد الغسيل الكلى. أنور، جزء لا يتجزأ من مرضى الفشل الكلوي الذين يعانون الجوع والفقر، وبسبب الحرب لا يقدرون أن يذووا لأهاليهم، ومن أجل الغسلة من أجل الحياة يعانون منه. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني. من بين ركام المعاناة التي يعيشها مرضى الفشل الكلوي، كان أنور واحدا من الكثير من المرضى القادمين من مناطق بعيدة من المدينة لتمكنوا من عمل جلسات الغسيل الفشل الكلوي، بعد أن يقطعوا الطرق الطويلة والوعرة ويتحملون تكاليف مواصلات باهظة ليصلوا إلى المدينة. اضطر أنور وكثيرا من المرضى للبقاء في المدينة، حيث لا مأوى لهم ولا مكان يليق بهم، فبيتهم كان تحت الأشجار، فيرمون أجسادهم المنهكة على كراتين وبعض البطانيات المهترئة. أما النساء فكانان يأوين في غرفة بجانب المستشفى يفتقدن لأبسط مقومات الحياة. أنور يعاني من سموم تفتك بجسده، وغربة تفقده متعة لعائلة، أخوته الصغار والأولاد، أو أنهم هم كل عائلته، بعد أن فقد ابنه بعد الولادة وفقد زوجته أيضا. من بين كل هذه المعاناة التي يعانيها أنور، أنبثق نورا أضاء له حياته وحماه من ظل الشارع، هو وباقي المرضى، حيث عملت مؤسسة معكم التنموية MDF منذ قرابة العام والنصف على افتتاح دار أمناء لإيواء مرضى الفشل الكلوي، ليضم 30 فردا من الجنسين، ليقدم لهم رعاية اجتماعية متميزة في ظل حرب أشغلت الجميع. فأصبح لهؤلاء المرضى ومنهم أنور مسكنا آمنا ومناسبا، يقدم لهم وجبات غذائية مناسبة وبرامج دعم نفسي واجتماعي. هذا الدار مكن لهؤلاء المرضى العيش بكرامة، كما مكنهم من الوصول لمراكز الغسيل الكلوي بسهولة. ترتفع أيدي النزلاء في الدار للسماء بالدعاء لكل الداعمين والمؤسسين لهذا الدار، وعلى رأسهم مؤسسة معكم التنموية MDF. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني.
ياسر، أنت اليوم معنا كنموذج في مركز الإيواء الأخ أنور. تكلمنا عن أنور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأخ أنور من مرضى الفشل الكلوي ومن نزلاء دار أمنا، وله سنة تقريبا في دار أمنا. طبعا يعاني وحالته المادية متعبة جدا، وإضافة إلى مرض الفشل الكلوي لديه مرض آخر يعاني منه، وهو التمزق في العضلات أو أربطة الركبة. طبعا لديه أسرة يعيلها في القرية، وحالته يعني بالأخير مريض فشل كلوي لا يستطيع الشغل ولا يستطيع العمل لتوفير متطلبات هذه الأسرة. فالواجب ندعو فاعل الخير لدعم مرضى الفشل الكلوي بشكل عام، ومن ضمنهم حالة الأخ أنور. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا. همس المعاني نحن اليوم في أبواب الخير في مؤسسة، معكم المؤسسة الرائدة في العمل الخيري وخصوصا دار الإيواء والفشل الكلوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضانك مبارك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. ممكن تعرف المشاهد اسمك وصفتك ونشاط هذا الدار؟ طبعا معكم ياسر العشاري، مشرف دار أمنا لإيواء مرضى الفشل الكلوي، والذي يعتبر من مشاريع مؤسسة معكم التنموية MDF. نريد المشاهد يعرف كفكرة كاملة، كيف بدأت فكرة إنشاء مشروع دار إيواء وخصوصا لمرضى الفشل الكلوي؟ طبعا من بين ركام المعاناة التي يعيشها مرضى الفشل الكلوي في مدينة تعز والقادمين من مناطق بعيدة حيث لا مأوى يليق بهم، وفيظلون في العراء ليلا نهارا في حديقة مستشفى الثورة وفي الأرصفة هنا في مستشفى الثورة، ولدت فكرة دار أمنا ليكون مولا وملاذا آمنا لهؤلاء المرضى والذين جار عليهم الزمن والمرض. ممكن تقول لنا ما هي أبرز أنشطة هذا الدار وكيف احتوى المرضى؟ طبعا دار أمنا استهدف المرضى الذين كانوا يبيتون في حديقة مستشفى الثورة والقادمين من مناطق بعيدة من خارج مدينة تعز، من أرياف مدينة تعز. فهناك طبعا أنشطة الدار التي يقدمها للمرضى، أولا السكن الآمن، التغذية المناسبة للمرضى، وكذلك برامج الدعم النفسي والاجتماعي الذي نقوم بها بشكل دوري، وأيضا الرحلات الترفيهية للمرضى. يقول لهم رحلات يعني؟ رحلات ترفيهية نعم. ممكن تتكلمنا عن في هذا المركز له سنة، أكيد يوجد شيء معين حابب أنك تتكلمه. من الحالات التي تحزن القلب في دار أمنا حالة الأخت المريضة فاطمة أحمد هاشم، وهي من سكان مدينة المخا، حيث وهي منقطعة عن أهلها لفترة طويلة بسبب بعد المسافة وبسبب ارتفاع أسعار المواصلات كذلك وبسبب الحرب، حيث المسافة الآن طويلة جدا. فهي تعاني من مرض الفشل الكلوي وتعاني من فراق أهلها وأولادها هناك في مدينة المخا، ومن ناحية أخرى أولادها يعانون هناك في مدينة المخا، حيث لديها 3 أبناء يعانون من مرض تكسرات في الدم. وطبعا حالتهم المادية متعبة جدا، وتحتاج تقريبا شهريا إلى مبلغ 50,000 ريال أدوية للـ3 الأولاد هذو المرضى، وخلاف مصاريف المعيشة. والمهم يعني الوضع محزن جدا. سمعت من خلال مناقشتي معك أستاذ ياسر إن هناك حالات توفت ولم ترى أهلها ولا ذويها، ممكن تتكلم عنها؟ وخصوصا إني لاحظت أنك متأثر، هي تأثير غير عادي، يعني عيونك بتبكي وحالتك زي الزفت. ما سمعت تكلمت عن هذه الحالة قبل شوية.
طبعا معنا حالة الحالة المتوفية عندنا هنا في دار أمناء المريضة جميلة خالد رحمة الله تعشاها، كانت من المرضى النموذجيين هنا في دار أمناء من حيث الهدوء وال يعني كانت قمة في الأخلاق هنا في دار أمناء، وعانت من مرض فشل كلوي، وفي خلال فترة كان انتشار مرض حمى الضنك هنا في مدينة تعز، أصيبت بهذا المرض وأسعفت في مستشفى الثورة، وجلست هناك يومين تقريبا بالعناية المركزة وفارقت الحياة، فكانت من ضمن الحالات التي يعني أحزنتنا كثيرا. فعلا أنا حصلت، هي مريضة في سرير وأنا مريضة في سرير حمى الضنك. جميلة جميلة الله يرحمها. كمان في حالة غيرها، في حالة كذلك حبيبة كانت هنا من سكان الدار وتوفت، طبعا سافرت في عيد الأضحى، سافرت من هنا ودعناها هنا ليلة العيد، وتأخرت هنا في قريتها تقريبا أسبوع، فما اسعفش الوقت بسبب الفشل الكلوي، ما اسعفش الوقت انه اصيبت هناك يعني دخلت في مضاعفات خطيره بسبب المرض، وحاولوا اسعافها وصلت هنا وتوفيت. يعني الزياره الاخيره لها فكانت يوم وفاتها، يعني تاخرت بسبب ايش؟ تاخر الغسله، لانه يسافروا من هنا المرضى، اذا سافر يزور اهله في قريته مثلا، يعني معه بالأخير يومين يسافر بين القرية ويرجع علشان الغسيل، إذا تأخر مسافر. الآن بحكم الطريق طويلة والناس مش قادرين إنهم يشتغلوا، ممكن لو سمحت كمان تتكلمنا ماذا تريد أن تقول عن دار الإيواء؟ يعتبر دار أمناء من مشاريع، أو يعتبر أهم مشروع من مشاريع مؤسسة معكم التنموية، ويعتبر من مشاريع الصحة الذي توليه المؤسسة كل اهتمامها قطاع الصحة، حيث إلى جانب مشروع دار أمناء تقوم المؤسسة بتقديم الدعم الطبي أو المتمثل بالأجهزة الطبية للعديد من مستشفيات مدينة تعز، وإلى جانب طبعا آخر مؤخرا قامت المؤسسة بتقديم أو بدعم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهوري، وذلك بتقديم منبرينات أو تغيير منبرينات محطة الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهوري، هذا مؤخرا طبعا، وإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية لآلاف المرضى والجرحى خلال العامين الماضيين. طبعا نشاط استمر السنة الأولى وهذا السنة، فكانت مؤسسة معكم وما كانت تسمى سابقا مؤسسة معاد التنموية ميدي إف كان لها MDF، هذه المؤسسة عمدت على أن يكون هناك 30 مريض، ما هي طموحاتكم المستقبلية لمشروع الإيواء في مؤسسة معكم؟ طبعا طموحاتنا كبيرة جدا وإن شاء الله نسعى، نحن الآن نسعى لتحقيق هذه الطموحات، نسعى أولا إلى استهداف 100 مريض ومريضة من مرضى الفشل الكلوي، يعني نسعى إلى توسيع دار أمناء، نسعى إلى إيجاد مبنى مستقل، مبنى كبير يستهدف إيش هؤلاء المرضى جميعا إن شاء الله، إضافة إلى إيش التغذية، استمرار التغذية كذلك والبرامج والأنشطة التي يقدمها الدار للمرضى. كما ذكرت لنا أنه يوجد هناك أكل وشرب وكمان فحص دوري، وكما أيضا وجدنا حالة من الحالات أنوار يعاني من أمراض إضافية مقابل الفشل الكلوي، لاحظت أنه كمان يتلقى علاج، ما نوع العلاجات اللي أنتم تقدموها؟ هل هي من عندكم أو هو أصلا تساعدهم فقط على الحصول عليها؟ نحن طبعا نقوم بمساعدة المرضى بمساعدة نقدية بحيث إيش يقدر يوفر بها أدوية التي تنقصه، هو الأشياء اللي يحتاجها يعني في مبالغ مالية؟ يعني في مساعدة نقدية نقدمها للمرضى، في مساعدة غذائية كذلك. طبعا مساعدة غذائية أنا أستهدف بها أسر المرضى الأخير، مش المريض نفسه، المريض نفسه هو جالس ينقده، بس هذه كمساعدة للمريض لأسرته. يعني الآن أنت تكفل المريض مع أسره، أنت الآن تدعم المريض
وتدعم أسرته بإيش؟ نحاول توفير الدعم لأسر هؤلاء المرضى من خلال المساعدة الغذائية والمساعدة النقدية. يعني أنتم الآن كمان تكثفوا دار الأيواء والمؤسسة بشكل عام معكم بجميع برامجها تتمركز على هؤلاء المرضى. المؤسسة تهتم بالإنسان في الأول والأخير. المؤسسة تهتم بالإنسان. مؤسسة معكم بس لا تعتمد بس على إيواء هذا المريض، إنما تهتم بأسرته. كيف يعني؟ طبعا مؤسسة معكم تهتم بالمريض بشكل أساسي، ويعني الأولوية لمرضى دار أمناء، حيث كلما توفر الدعم اللازم مثلا سلة مواد غذائية أو مساعدة نقدية نستهدف بها هؤلاء المرضى لكي تكون لهم معينا لأهالهم، حيث أغلب المرضى هم يعتبرهم العائل الرئيسي للأسرة. فنحن نهتم بهذا الجانب وإن شاء الله نقدم المزيد والمزيد. يعني طموحات كبيرة، لا تتوقف عند إيواء المريض وإنما مساعدته ومساعدة أهله وناسه بما يستطيع أو بما يتوفر للمؤسسة الأم وهي معكم، لأنه جزء من دار الأمناء هو جزء من مشاريع من معكم، صح؟ إيش الكلمة الأخيرة اللي حابب؟ الكلمة الأخيرة، نحن في مؤسسة معكم التنموية اهتمامنا الأول والأخير هو في الإنسان، تنمية الإنسان، الاهتمام بالإنسان من جميع الجوانب والنواحي. كيف تدعو رجال الخير أن يلتفتوا إلى هذه الحالات التي أنهكتها المرض والإعياء والمرأة وكمان الحرب أثر عليهم، لا يروا أهاليهم ولا مستطيعين أنهم يعيشوا ويعيشوا؟ والله إيش نقول لك، يعني وضع المرضى وضع مأساوي. طبعا نحن نبذل ما نستطيع، نقدم ما نستطيع أن نقدمه لهؤلاء المرضى، ونسأل وندعو رجال الخير وفاعل الخير أن يهتموا بهذه الشريحة، حيث شريحة مرضى الفشل الكلوي طبعا أعتقد أنها أكبر شريحة مهملة في المجتمع، فندعوهم لدعم مرضى الفشل الكلوي، لدعم مراكز الفشل الكلوي في مدينة تعز. فكرة جديدة قامت بها مؤسسة معكم MDM، المؤسسة الرائدة في مساعدة الإنسان، وكما قال الأستاذ ياسر مؤسستنا تهتم بالإنسان. فنحن من برنامج أبواب الخير وفي قناة عدن نضم صوتنا إلى صوت الأستاذ ياسر ونقول للجميع ساعدوا مرضى الفشل الكلوي في محافظة تعز، حرب وحصار ومرض، مأساة مركبة. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا. أخ أنور، اليوم نحن في مؤسسة معكم وفي رمضان، حابين من خلال الأستاذ ياسر تقديم لك هدية. نحن نشكر مؤسسة معكم للتنمية، ونشكرهم على هذا الجهد الذي فعله والخير الذي قدمه لهؤلاء المرضى الفشل الكلوي. هذه الهدية بس مش معكم MDF جابت لكم هذا، بس معه كمان هدية ومفاجأة لك برا. بنخرج شوية أخذ حقك العكاز وبتشوف إيش الهدية الثانية. والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا.
عادينا انفذ فينا همس المعاني صحينا حب الخير داعينا همس المعاني. طبعا نقدم له سلة غذائية لتساعده للإيفاء بمتطلبات الأسرة في شهر رمضان الكريم. الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنح ونعطي والحب حدينا الخير فينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنح ونعطي والحب حدينا الخير فينا همس المعاني صحينا حب الخير داعينا همس المعاني صحينا حب الخير داعينا نلبي ونوفي والوعي هادينا نلبي ونوفي والوعي هادينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء روح الشباب تقوينا والمعروف سلوتنا روح الشباب تقوينا والمعروف سلوتنا البذل فينا ومنا والأجر ساقينا البذل فينا ومنا والأجر ساقينا الخير فينا والمنى